هقول لك حاجه يعني كلنا نرفع القبعه يعني. تمام. عندنا زراعه الكلى ثلاث انواع، يا اما من قريب، يا اما اشتريها لا اخلاقيه، يا اما من ميت مات جزع مخ. تمام. فخدوا القرايب طلعت 95% امهات. اه طبعا طبعا، يعني الام لا تتردد لا 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 تدي ابنها كلوت. طبعا الاخ يقول انا والله ده اخويا حبيبي، ده عينيا الاثنين، بس عندي قرشين في الكويت هروح اجيبهم واجي وما اجيش. صحيح، يعني في اخوات، يعني في اخوات في وفي يعني. الناس بتختفي. صحيح. الا الام. هقول لك اعجب حاله شفتها في حياتي. ولد عنده فشل كلوي، مش ولد، راجل يعني 35 سنه فشل كلوي، بيغسل، امه قالت اديله الكلى خلاص اوكي. زرعت الكلى للابن وعاش بيها، ثم كلوة رفضت. وبتحصل. انا عايزك تكلمني بقى عن زراعه الكلى والرفض، لان دي برضو مساله حضرتك لو سمحت لي مهمه مهمه. اترفضت. هيرجع يغسل تاني خلاص، هو من غير كلاوي دلوقتي. امه قالت لا ياخد التانيه وانا اللي اغسل. تصدق حاجه زي كده؟ طبعا الدكاتره هنا رفضوا. ما دام قلت لي امه اصدق. اصدق. انما لو قلت لي واحده ست قريبته اقول لك لا، ما انما امه طبعا طبعا. الدكاتره هنا رفضوا رفضوا. خدته وراحت الصين عملت العمليه، ادته كلوة التانية وهي بتغسل. وهو دلوقتي عايش بكلوة امه التانية وهي بتغسل. طب احكي لي بقى عن، ولذلك حضرتك في القران حاجه جميله جدا جدا، يعني الأم والأب ويوم القيامة ذكروا مرتين، مرة يفر ومرة يفتدي. يفر جاب الأم والأب، ههرب من أمي وأبوي، إنما أفتدي أدخل واحد بدالي ما جابش الأم والأب. دي عجبتني جدا يعني، يوم يفر المرء من كذا وكذا من أخي كلها. وأمي وأبي، إنما يفتدي الأم والأب لم يذكروا، لأن لا يصح ان الواحد يفتدي نفسه بامه وابوه. صحيح. ما حدش بيحس بالام الا لما يفقدها. يعني لا لا، ده يبقى عنده مشكله جامده. يبقى عنده مشكله. طبعا اللي ما يحسش بامه طول ما هي جنبه يبقى عنده مشكله. صحيح، ممكن يقصر في شيء، يعني الحياه تاخده كده الحياه تاخده كده، انما ما فيش حد ما يدركش ان دي امه. في والله دي يعني الشباب الجاحد دلوقتي، وهي كل حاجه بشوفهم في العياده عندي بينشغلوا. بس بينشغلوا، بتحصل طبعا يعني. الحمد لله انها نسبه بسيطه بس لا. بتوجع. لا. ام بسالها انت تاكلي ازاي وتشربي ازاي، ست كبيره، تقول انا عايشه لوحدي. انت ما عندكيش عيال؟ لا عندي عيال. طب ازاي عايشه لوحدك؟ طب ما تنقلي عيلتك. ما نقلش عند حد. ايوه اوعى، انا بقول لكم اوعى خد حد ياخد امه من بيتها، اوعى تعمل كده. انت تروح لها؟ تروح لها. اوعى تقوم امك لو ساكنه فوق سطوح في اوضه وحمام بتاعها يعني بياخد الجيران كلهم في سطوح، سيبها. لانه اصعب حاجه على الانسان انه يقعد في مكان مش مكانه مهما كان. بس انا اقول لحضرتك حاجه بقى، اما يبلغن عندك الكبر، عندك في بيتك. معلش، بس ممنوع ده الام والاب يكبروا لوحدهم. بس لما تيجي الام تقول لك انا مش عايز امشي من بيتي، ماشي، اوعى تمشي. انقل مراتي بعيالي عند امي يعني. لانه ما سيبهاش لوحدها. انا عشان امي كانت ساكنه معايا في نفس البيت، هي انا في دور وهي في دور، كانت تطلع لانها تخاف تنام لوحدها، تطلع تنام وتنزل الساعه 6 الصبح. اسيبها، هي تحب تقعد في بيتها كل يوم. ايوه، انتوا مع بعض. طبعا ده ربنا، ده رزق من عند ربنا يعني. فضلنا مع بعض لغايه ما هي يعني مشيت. يعني ايه رفض كلى؟ حضرتك كنت عايز تسال السؤال. هنعرف نتكلم تاني بعد ما اجيب سيره امي يا دكتور.